معكم عز الدين خليف، رئيس تعاونية سيس الخير لتربية النحل إقليم مولي يعقوب جهة فاس مكناس. كنتواجدوا اليوم في هذا المعرض الدولي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة، مشاركين بمنتوج العسل ومشتقات الخلية. كنشكروا اللجنة المنظمة والناس اللي كيسهروا على هذا المعرض، الحقيقة يعني كان في المستوى. نطلب من الله يسر الجميع الإخوة اللي مشاركين في هذا المعرض، ونطلب من الله تجدد عاوتاني إن شاء الله السنة الماضية السنة القادمة إن شاء الله باش نشاركوا، إن شاء الله تتحنا الفرصة باش نشاركوا في هذا المعرض إن شاء الله. بالنسبة لنا أول مرة باش كنشاركوا في هذا المعرض هذا، وكانت فرصة أننا نتلاقاو إن شاء الله مع العديد ديال التعاونيات ونشوفوا العديد ديال الزبناء الجداد، وكنتمناو إن شاء الله فرص أخرى تتحنا إن شاء الله باش نشاركوا نظرا للنجاح ديال هذا المعرض الدولي هذا إن شاء الله. حقيقة هذا المعرض كيتميز يعني ربما هو حالة خاصة كيختلف على المعارض الوطنية والدولية. التميز ديالو هو هاد الطابع ديالو الفولكلوري والطابع ديالو الثقافي وهاد الموروث الثقافي ديال هاد المنطقة هادي، وحقيقة الزوار يعني كيشجعونا الحمد لله باش أننا نتواجدوا هنايا فهاد بحال هاد المعارض هادو. المنتوجات اللي كتوفر عليها التعاونية هي منتوجات كثيرة، تقريبا عدة أنواع من العسل، أنواع كنوع الضغموس، الزعتر، الخروب، الكاليبتوس، الليمون، الأعشاب، كذلك عدة أنواع، كذلك حبوب اللقاح والعكبر بروبوليس، هي منتوجات الخلية بمجملها.